بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. The purpose of this recording is to help and assist new Muslims of learning at-tashahud, which is part of the regular prayer. Inshallah, I'm going to say it slowly so it will be easy on the beginners to catch with me and to notice the pronunciation and say it properly by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. This is at-tashahud. التحيات لله. Again, التحيات لله. Again, التحيات لله. والصلوات والطيبات. Again, والصلوات والطيبات. Again, والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Again, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Again, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Again, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Again, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Again, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم
صلي على محمد وعلى آل محمد. Again, اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. Again, اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Again, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Again, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. Again, إنك حميد مجيد. Again, إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد. Again, وبارك على محمد وعلى آل محمد. Again, وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Again, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Again, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. Again, إنك حميد مجيد. Again, إنك حميد مجيد. Okay, now we read the whole thing one time straight. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك and assist new Muslims of learning التشهد, which is part of our the regular prayer. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Again, التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.